فإن قيل أن صوت المرأة ليس بعورة. هذا قول فيه نظر، قال الله جل وعلا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا صوت المرأة إذا كان فيه تكسر وتثني وترخيم فإنه محرم رفعه وسماعه للرجال. أما إذا كان صوتا عاديا لا ليس فيه فتنة وبقدر الحاجة تسأل أو تبيع وتشتري أو تتفاهم مع الرجال بدون خضوع بالقول فلا بأس بذلك للحاجة. نعم.